ونبدأ نشرتنا مع البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، واللي طلب من الجهاز الطبي للفراعنة تقرير نهائي عن المصابين قبل إعلان قائمة المنتخب النهائية لبطولة أمم أفريقيا. وبيعاني عدد من لاعبة المنتخب من الإصابات، من أبرزهم محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد ومحمد النني، ومن المقرر حسم فيتوريا موقف هؤلاء اللاعبين بعد الاطلاع على التقرير. بعثة منتخب تنزانيا هتوصل القاهرة النهاردة، وده لخوض معسكر مغلق لحد ميعاد مواجهة منتخبنا الوطني وديا يوم 7 يناير اللي جاي. ويخوض منتخب مصر بقيادة البرتغالي فيتوريا مباراة ودية قدام منتخب تنزانيا في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024، واللي هتستضيفها كوت ديفوار بدءا من 13 يناير الجاي. لاعبة فريق نادي الزمالك خاضت تقسيمة فنية في ختام تدريبات الفريق اللي أقيم على ملعب النادي تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني، وشارك مصطفى شلبي جناح الزمالك في التقسيمة الجماعية بصورة طبيعية، وده بعد ما تم شفائه من الإصابة اللي كان بيعاني منها. وخاض الحراس تدريبات بدنية وفنية تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، وده لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة اللي جاية. نادي أسوان الرياضي أعلن التعاقد مع نيجيري إيكي جوليوس قادما من نادي رينجرز النيجيري في أولى صفقاته في الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق في دوري المحترفين. وحصل المسؤولين في نادي أسوان على توقيع اللاعب النيجيري لمدة موسمين ونصف. النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تصدر التشكيل المثالي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار العام الجاري 2023، ونشرت شبكة سوفا سكور العالمية فريق العام في الدوري الإنجليزي 2023، وجه النجم المصري محمد صلاح في صدارة خط الهجوم بحصوله على تقييم بلغ 7.48 درجة بعد المستويات الرائعة اللي قدمها مع ريدز في البريمير ليج. أليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال حامل لقب كأس أمم أفريقيا أعلن قائمة منتخب بلاده اللي هتشارك في كأس أمم أفريقيا 2023، واللي هتنطلق في كوت ديفوار بين 13 يناير لحد 11 فبراير، بتضم قائمة السنغال النسخة اللي جاية من كأس أمم أفريقيا 27 لاعب على رأسهم القائد كوليبالي ونجم الهجوم ساديو ميني بجانب الحارس إدوارد ماندي. كمان البرتغالي خوسيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا كشف القائمة النهائية للنصور لخوض نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وتصدر فيكتور أوسيمين هداف فريق نابولي قائمة منتخب نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة للنجم سامويل شوكوفيزي لاعب ميلان. نادي ريال مدريد الإسباني أعلن تجديد عقد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى عام 2026 اللي جاي، وبكده بينهي الشكوك العديدة اللي أثيرت حول مستقبله الفترة اللي جاية. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع ليا جمانة أو شاذلي نكمل معهم فقرتنا. شكرا ليك يا لمي.